أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. إذا في إطار الاستعداد الدائم للموسم الدراسي 2021-2022 عنشوفوا روائز وعنشوفوا تقويم تشخيصي لمستوى الخامس ابتدائي مادة اللغة العربية اللي عنشوفوا فيه يعني في المكون عنشوفوا الظواهر اللغوية اللي هي الصرف والتحويل التراكيب والإملاء. إذا رابط التحميل غتلقاوه في الوصف. إذا نبداو مباشرة. أقرأ الأسئلة جيدا ثم أجيب عنها حسب المطلوب. ديما حاولوا تقرأوا أسئلة مزيان وتجاوبوا على حسب شنو مطلوب منكم، مزيدوش شي حاجة من عندكم. إذا السؤال الأول، وبين نوع الكلمة مستعملا اسم فعل حرف. إذا بالنسبة للكلمة يعني إما كتكون اسم، يعني اسم شي حاجة مثلا المصدر، ولا مثلا اسم فاعل ولا اسم مفعول، ولا كتكون فعل يعني شنو درتي، مثلا كليتي، قمتي بفعل اكل الى اخره، يعني مشيتي قمتي بفعل مشي. اذا كاين حرف، مثلا كاين حرف حروف الجر بحال في الى، كاين حرف نداء يا الى اخره. اذا نحاولوا نشوفوا الكلمات واش فعل ولا حرف ولا اسم. اذا قلم، اذا قلم اسم. قف يعني كيأمر انه يقف، يعني يقوم بفعل الوقوف. اذا هنا فعل. هنايا شنو عندنا؟ الى حرف جر، اذا حرف. رائد اسم فاعل اسم. اذا هنايا سؤال ثاني، وبين نوع الكلمه مستعملا مفرد مثنى جمع. اذا دابا الكلمه ممكن تكون مفرد يعني واحد، ممكن تكون مثنى جوج، ممكن تكون جمع بزاف. اشجار بزاف، اذا جمع. عندنا سائحان، اذا هنايا جوج مثنى. عندنا كتاب واحد، اذا ماذا؟ مفرد. عندنا مدرسات، اذا بزاف، اذا جمع. نعم، عم شو السؤال الثالث، وبين نوع الكلمه مستعمله النكره معرفه. اذا كاين الكلمه ممكن تكون نكره، يعني هنايا كتسالي مثلا ما عرفناش، يعني ماشي معرفه نكره، كتبقى يعني بطار عام، مثلا قسم ما عرفناش، ما قلناش القسم، يعني حددنا هذا القسم. اذا بالنسبه للتعريف كيكون اما بال الف لام كنعرفوا التعريف، ولا بالاضافه يعني هو مضاف ومضاف اليه. اذا هنا يعني اذا التعريف كيكون اما معرف بال او بالاضافه، والنكره بين، يعني تما كيكون مثلا يعني ضمتين كسرتين فتحتين. اذا العلم، اذا كما كتشوفوا معرف بالف ولام، اذا فهو معرفه. عندنا مدرستنا، يعني راه مدرستنا عرفناها، راه المدرسه ديالنا اللي حنا فيها يعني معرفه بالاضافه، اذا فهي معرفه. عندنا طريق، يعني راه كيما شفتوا ضمتين فهي نكره. مقعده، يعني راه قلنا المقعد ديالو، يعني راه عرفنا شكون المقعد ديال من، اذا هنا معرفه كذلك بالاضافه، اذا هنا معرفه. اذا نمشيو السؤال الموالي اللي هو السؤال الرابع، اميز بين الاسماء الاشاره والاسماء الموصوله مما ياتي. بين اسماء الاشاره ما كنشيل شي حاجه، راه اسماء اشاره، اسم موصوله واللي كيربط لينا ما بين جملتين. اذا عندنا الذي، ما هو الذي؟ الذي، ما هو الذي؟ الذي هو اسم موصول، اذا نكتبه هنايا الذي. عندنا هذه يعني اشير، اذا فهو اسم اشاره. هؤلاء، اذا فهو كنشيل بزاف فهو اسم اشاره. عندنا الذين اسم موصول، اذا فهو اسم موصول. اذا هنايا استخرج الضمائر المتصله والمنفصله الوارده في الجملتين وادرجها في الجدول التالي. اذا بالنسبه ضمير منفصل هو اللي كيكون باين بحال انا وهي، ما كتكون منفصله. وبالنسبه للضمير المتصل كيكون متصل بالفعل بحال اما بالتاء يعني، ولا الهاء ولا النون الى اخره. انا تلميذ، انا ضمير، كيف هو ضمير باين، ضمير منفصل. انا عندنا تلميذ مجتهد نجحت بامتياز. هذه هي البطلة التي فازت بالمسابقة. إذا حنا نشوفه، أنا تلميذ مجتهد نجحت بامتياز. هذه هي البطلة التي فازت بماذا؟ فازت ب، إذا بالنسبة لأنا فهو ضمير منفصل، تلميذ مجتهد نجحت، نجحت تاء ضمير متصل، إذا نكتبه هنايا نجحت تاء. هذه هي ضمير أنا قلبتهم هنايا، بلاتي نعاود نصحهم هنايا. بالنسبة للضمير منفصل فهي هنايا نكتبو أنا وهي، وبالنسبة للضمير متصل كنت كاتبها صحيحة عاود ضربت عليها. إذا هنايا بالنسبة للضمير متصل فهي تو، وبالنسبة للضمير منفصل هي أنا وهي. إذا نمشيو السؤال السادس،
وحول الأفعال التالية من المبني للمعلوم إلى المبني المجهول. إذا بالنسبة للمبني المعلوم راه كنعرفو شكون الفاعل، بالنسبة للمبني المجهول ما كنعرفوش شكون الفاعل وكيتسمى نائب الفاعل. إذا هنا طرق باش نرجعوه يعني فعل يعني مبني المجهول، كنعملو هنايا، هنايا كنضمو الأول ونكسر ما قبل الأخير وكنعملو الطريقة. طريقة مثلا الباب، غنمشيو هنايا يقول يقال، إذا كنخليو نيت المضارع يو قالوا، يقال ان. اذا غنشوف هنايا باع، بيع، بيع شي حاجه، يعني ما عرفناش شنو تباع، بيع، بيع. يقرا مثلا، يقرا يقرا، اذا يق يقرا، اذا يعني هنايا يقرا يقرا طريقه، يقال بيع يقرا، اذا هنا يقرا. اذا كما قلت لكم كنضموا الاول وكان هنايا نكسر يقرا هنايا على حسب هنايا حيت هادو افعال معتله، يقال بيع. اذا هنا بالنسبه حولنا الافعال المبنيه للمجهول الى المبني، هنا المبني المعلوم الى المبني للمجهول. اذا طرق طريقه، يقول يقال، وكنخليو نيت الزمن مثلا مضارع، نخليو مضارع يقال، باع بيع، يقرا يقرا. اذا غنمشيو دابا سابعا، وميز بين الفعل الصحيح والمعتل مما يلي. اذا بالنسبه هنايا راى، هنا رأى، إذا شنو الفعل المعتل واللي كتكون أحد حروفه حروف العلة اللي هي الواو ولا الألف ولا الياء، والفعل هنايا الصحيح هو اللي ما كتكونش فيه حروف العلة. إذا هنا رأى هنا معتل لأن فيه حرف علة اللي هي الألف، وهب حرف الأول حرف علة، إذا فهو معتل. إذا هنا سأل، بالنسبة لسأل فهو صحيح وهو مهموز، يعني في ألف همزة، ورسم وفعل هنايا كذلك صحيح وسالم لأن ما في تحرف حرف علة. إذا سالينا صرف التحويل، غنمشيو للتراكيب. بالنسبة للتراكيب عندو السؤال الأول، إذا السؤال الأول يقول أميز ما بين الجملة الفعلية والجملة الإسمية بوضع العلامة في الخانة المناسبة. بالنسبة للجملة الإسمية ما كيكونش فيها فعل، والجملة الفعلية هي اللي كيكون فيها الفعل. عاد التلاميذ إلى الدراسة، عاد فعل، إذا هذه جملة فعلية. المدرسة أبوابها مفتوحة ما فيها حتى فعل، إذا فهي جملة إسمية. العمال في المعمل فهي جملة إسمية. فاز العداء بالمسابقة فيها فعل، إذا فهي جملة فعلية سهلة. سؤال ثاني، أحدد الفاعل والمفعول به في الجمل التالية. إذا الفاعل باش نعرفو كنسول من فعل، وباش نعرف المفعول به كنسول ماذا فعل الفاعل. إذا هنا سألنا الأستاذ، إذا بالنسبة لسألنا الأستاذ، إذا فين هو الفعل؟ هنايا سألنا الأستاذ، من سألنا الأستاذ؟ إذا الأستاذ هو الفعل، غير ردوا البال خاصكم تميزوا، من سألنا الأستاذ هو الفاعل، يا هو اللي سولنا. ماذا سألنا؟ سألنا نحن. إذا هنايا بالنسبة هنا المفعول به فهو ضمير متصل هو نا. إذا حارت الفلاح الأرض، دي سهلة، من حارت؟ الفلاح هو الفاعل. ماذا حارت؟ حارت الأرض، إذا هو المفعول به. لعب الكرة، إذا من لعب؟ هو، إذا فهو ضمير، إذا ضمير تقديره ماذا؟ إذا نكتب لكم هنا ضمير تقديره هو، ضمير مستتر. إذا المفعول به ماذا؟ لعب، لعب الكرة، الكرة مفعول به. فهمته، إذا هذا فيه فعل وفاعل وفعل وفاعل ومفعول به. إذا نشوفوا فهمته، إذا مثلا باش يجيكم سهلة، إذا فهمته، إذا فهمت مثلا الدرس، إذا هو كترجع مثلا الدرس. إذا التاء فهي فاعل والهاء فهي مفعول به. فهمته، إذا غنمشيو، إذا كما كتعرفوا الفاعل ولا المفعول في إما كيكون يعني ظاهر بحال الفلاح والأرض، ولا كيكون ضمير مستتر بحال هنا ديال تقدير هو، ولا كيكون ضمير متصل بحال تا وها ونا والنون. إذا غنمشيو السؤال الثالث، استخرج من الجمل الفاعل ونائب الفاعل وأدرجهم في الجدول. إذا كان عندنا جملة مبنية يعني فعل مبني للمعلوم فهو غيكون عندنا الفاعل، كان يعني جملة مبنية للمجهول غيكون عندنا نائب فاعل. إذا عولج المريض، عولج المريض، واش هنا عرفنا شكون يتعالج؟ عولج المريض، إذا ما عرفنا شكون الفاعل. إذا مثلا عالج المريض الطبيب، يعني عالج الطبيب المريضة، هنايا عندنا عولج المريض يعني ما عرفناش شكون يعالج هذاك المريض، يعني هنا غيكون عندنا نائب الفاعل اللي هو المريض.
يعني هنايا تنبعدوا شغلكم، يعني ملي كيكون عندنا جمله عاديه رجع المجهول، هذاك المفعول به هو اللي كيرجع نائب الفاعل، وكنحيد الفاعل يعني ما كنعرفش شكون يعني يعمل هذاك الفعل. اقبل فصل الصيفي، اذا اقبل فصل الصيفي، اقبل فصل الصيفي هذه جمله مبنيه للمعلوم، اذا فيها فعل وفاعل، اذا فين هو الفعل؟ الفعل هو اقبل والفاعل هو فصل، اذا غنكتبوا هنايا فصل. نعم، اذا غنمشيو طريقه باب القسم، طريقه واش عرفنا شكون يطرق الباب، اذا هذا مبني للمجهول، اذا هنا عندنا نائب الفاعل، اذا باب. غنمشيو نام الرضيع، نام الرضيع هذه مبنيه للمعلوم، عرفنا شكون ينام هو الرضيع، يعني عرفنا الفاعل، اذا الفاعل هو الرضيع، الرضيع، يعني خاصكم تميزوا ما بين مبني المعلوم ومبني المجهول وكيكون باين. سؤال رابع، أميز بين الفعل اللازم والمتعدي بوضع العلامة في الخانة المناسبة. بالنسبة الفعل اللازم هو اللي كيكتفي غير بالفاعل، ما كيكونش فيه مفعول به، ما كيمشيش، ما كيتعداش المفعول به. والفعل المتعدي هو اللي يعني كيرفع الفاعل ويتعداه إلى مفعول به. هنشرح لكم، نشر المذيع الخبر، هنا عندنا فاعل ومفعول به، إذا فهذا متعدي، اذا هنا نعمل علامه هنايا. وقف القطار في المحطه، هنا وقف القطار ما يكونش عندنا مفعول به، اذا هذا فعل لازم، اذا وقف القطار في المحطه فعل لازم. اذا نمشيو السؤال الخامس، استخرج ما ورد بالفقره من ادوات النصب والجزم والشرط واضعهم في الجدول. اذا استخرج ادوات النصب، ادوات النصب كتدخل على الفعل المضارع وكنصبو، ادوات الجزم كتدخل على الفعل المضارع وكتجزمو بالسكون. بالنسبه ادوات الشرط اللي كيكون يعني كيكون عندنا فيها جوج افعال، يعني الفعل الاول مرتبط، يعني الشرط ديالو مرتبط بالفعل الثاني. اذا غنشوفو، من يجتهد ينجح، وتوا كيكون مجزوم بالسكون، من يجتهد ينجح، يعني خاصك يعني الفعل الاول مرتبط بالثاني، يعني بالشرط الثاني، يعني اجتهدتي غتنجح. اذا من اداه شرط، من اداه شرط. فلا تتهاون في عملك، لا تتهاون، هنا الجزم، لا تتهاون، اذا هنا لا اداه جزم. عندنا وحاول ان تكون، ان فعل مضارع كتدخل عليه كتنصبو، اذا هذه اداه نصب ان. اذا غنمشيو السؤال السادس، اكمل الجمل بناسخ فعلي او ناسخ حرفي باستعمال لعل اصبح كان. اذا من النواسخ الفعليه بحال كان واخواتها كتدخل على الجمله الاسميه اللي هي مبتدا وخبر، وكترف يعني كترفع الاول وكيتسمى اسمها مرفوع، اسم يعني اسم كان، وكتدخل على الثاني اللي هو الخبر، يعني كتنصبو كيتسمى خبرها منصوب. بالنسبه لان واخواتها العكس، كتدخل على الجمله الاسميه اللي كتكون مبتدا وخبر، وكنصب الاول وكيتسمى اسمها منصوب، وكترفع الخبر وكيتسمى خبرها مرفوع. اذا عندنا البحر هائجا، هذه باينه يدخل عليها حيت هذا مرفوع وهذا منصوب، يدخل لها ناسخ فعلي. اذا واش نعملوا اصبح ولا كان؟ اصبح، اذا نعملوا اصبح البحر، اصبح البحر هائجا، وقد كان يعني كان قبل، كان بالامس هادئا، لعل، لعل التمني، لعل السباحة، يعني هنا اسمها منصوب، السباحة به مستحيلة. إذا غنمشيو دابا الإملاء. بالنسبة للإملاء، أكمل الكلمات التالية بتاء مربوطة أو تاء مبسوطة. إذا بالنسبة للتاء مربوطة وتاء مبسوطة، بالنسبة للأسماء المؤنثة كاملين كتكتبوا بالتاء مربوطة، بالنسبة للتاء مبسوطة كتكتب ف، يعني الافعال كاملين كيتكتبوا بتاء مبسوطه، وكذلك الاسماء اللي كيكون قبلها سكون او سكون ميت كتكتب بتاء مربوطه، وكذلك مثلا في جمع، مثلا جمع يعني جمع بحال غنشوفوا هنايا دعاة، اذا هنايا كذلك كتكتب بتاء مربوطه. اذا بالنسبه لجمع مؤنث سالم كتكتب بتاء مبسوطه. اذا غنشوفوا، كائنات تاء مبسوطه، دعاة تاء مربوطه. عندنا هنايا بالنسبة لجمع مذكر سالم، داع دعاة، طافت هذا فعل، إذا غتكتب تاء مبسوطة. عندنا مبيت، هنا قبلها سكون ميت، إذا فهي غتكتب تاء مبسوطة. وعندنا يا ياقوت، بالنسبة لياقوت فهي غتكتب كذلك بتاء، هنايا هنا عندنا تاء مبسوطة.
إذن هنا قبلها سكون ميت. إذن حاولوا تعرفوا أن الأفعال كاملين باش ما تخطئوش كتكتبوا بالتاء مبسوطة. وبالنسبة لجمع مؤنث سالم تا هو كتكتب بالتاء مبسوطة. وبالنسبة للتاء مبسوطة كذلك الأسماء اللي كيكون قبلها قبل التاء كيكون سكون ميت أو سكون كتكتب بالتاء مبسوطة. بالنسبة لجمع مثلا بحال دعاة كتكتب بالتاء مربوطة. إذن عمشو السؤال الثاني، أكمل الكلمات الآتية بهمزة وصل أو همزة قطع. إذن بالنسبة همزة وصل وهمزة قطع، مثلا هنا امرؤن، امرؤن نكتبو هنا همزة وصل، يعني همزة وصل ما كنكتبش ألف همزة، همزة قطع هي اللي كتكتب ألف همزة. هنا أمة نكتبوها بألف يعني همزة، همزة قطع أمة يعني كنكتب الهمزة. هنا إنسى إنسى أو إن هنايا إنسيت، هنايا تكون إنسيت، هنايا ممكن خطئين في الكلمة. إذن هنايا كانت هنايا كانت أمر، الأمر كيتكتب بهمزة، همزة قطع أو همزة وصل. إذن هنايا الكلمة خطأ. إذن كان هنايا فعل أمر عيتكتب بهمزة، همزة وصل. إذن نكتب إنسيت. هنا كذلك استمع يعني الأمر، الأمر كامل كيتكتب هنايا بهمزة، همزة وصل. عنكتب أن استمع وإصرارون هذا مصدر كيتكتب ألف همزة إصرارون. إذن عمشو دابا سؤال ثالث، اكتب الهمزة المناسبة مكان النقط مما يأتي. إذن هنا بالنسبة للهمزة راه سهلة، عرفتوا القاعدة راح تجاوبوا بطريقة سهلة. كين كيبقى واحد ما بين الهمزة يكتبها فوق الألف ولا الواو ولا الياء، فديما يعني عرفوا القاعدة راه كاين جوج قواعد، كاين همزة متطرفة اللي كتكتب في آخر الكلمة وكاين همزة متوسطة اللي كتكتب في وسط الكلمة. إذن عندنا هنايا بالنسبة للهمزة المتوسطة اللي كتكون في آخر الكلمة يعني في أو في وسط الكلمة، الهمزة المتوسطة يعني كنقارن ما بين الحرف اللي يعني الحركة اللي فوق الهمزة والحركة اللي قبل منها، وشكون كيغلب الحركة اللي كتغلب؟ الكسرة كتغلب الضمة، والضمة كتغلب الفتحة، والفتحة كتغلب السكون. بالنسبة للهمزة المتطرفة اللي كتكون في آخر الكلمة، كان هذيك قاعدة واحدة، كان قبل الهمزة سكون كتكتب فوق السطر، كان قبلها فتحة تكتب فوق الألف، كان فوقها يعني قبلها ضمة يعني قبلها ضمة تكتب فوق الواو، وكان قبلها كسرة تكتب فوق الياء. إذا هنا مائدة، مائدة عندنا الحركات الهمزة هي الكسرة والكسرة كتغلب كل شيء، إذا هنايا منطقيا نكتبوها فوق الياء. إذن هنا مؤسف، نتبعوا معايا، حركة الهمزة هي السكون وقبلها ضمة، وضمة كتغلب السكون كتغلب يعني عن ضمة كتغلب السكون. إذن هنا يا نكتبوها مؤسف فوق الواو، هنا خصنا نعملو هكذا مؤسف. دابا هنا بأس، بأس عندنا الهمزة ديال الحركة ديال الهمزة هي السكون وقبلها فتحة والفتحة كتغلب السكون، إذن هنا فوق الألف بأس. يجرؤ، يجرؤ هذه الهمزة في الأخر يعني كتسمى همزة متطرفة، كنشوفوا غير الحركة اللي قبل منها، قبلها ضمة إذن تكتب فوق الواو. ملي هنا مليئة، إذن مليئة هذه الهمزة في الأخر كنشوفوا غير قبل منها، قبلها كسرة إذن تكتب فوق الياء. عبء هنا قبلها سكون نكتبها فوق السطر. إذن عمشو السؤال الرابع، أكمل الكلمات الآتية بألف مقصورة أو ألف ممدودة. إذن مبتغى، إذن هنا ألف مقصورة، رؤيا، إذن رأى رؤيا، إذن هنا ألف ممدودة، عدا يعدو كنرجع للمصدر ديالها مصدرها واو، إذن ستكتب يعني تكتب يعني ألف ممدودة. إذن هنا روى روية، إذن أصلها ياء، إذن ستكتب ألف مقصورة. إذن عمشو السؤال الخامس، السؤال الخامس يقول اذكر أربعة أسماء إشارة حذفت منها الألف رسما رغم ثبوتها نطقا. هنا أسماء الإشارة هي هذه، هذه، هؤلاء، هذان. إذن هنا بالنسبة لأسماء الإشارة هي تحيدت منها الألف رسما يعني ما مكتوباش ولكن كتنطق بها. مثلا عطو مثال، مثلا ناخدو مثلا هذه، ها دي هي. إذن هذه كما كتشوفوا هذه بحال كنطق الألف ولكن ما كنكتبهاش، يعني حذفت منها الألف رسما يعني ما كنكتبهاش. إذن كاين هذه، كاين هذا، كاين هؤلاء، هؤلاء، وكاين كذلك هذان، هذاني. إذن هذو بالنسبة السؤال السادس، أذكر ثلاث أسماء موصولة، موصولة الذي التي حذفت منها الألف لام رسما، الألف يعني يعني الألف يعني اللام رسما ورغم ثبوتها نطقا يعني كنطق باللام ولكن ما كنكتبهاش. مثلا بحال الذي، الذي كنسمعوا بحال نطقنا اللام ولكن ما كنكتبوهاش، الذي، التي، مثلا التي،
وكاين كذلك الذين مثلا، الذين. اذا بهذا نكون وصلنا التصحيح ديال هذا الرئيس فيما يتعلق باساليب اللغه اللي هي تركيب الصرف والتحويل. نتمنى نكون فتكم بهذا التصحيح، وشكرا والى اللقاء.